اليوم انا حاضر في هذا المنتدى ديال الطاقه الرقميه اللي تهتم ب يعني الاندماج ما بين العلوم والعلم ديال الطاقه والعلم ديال الكمبيوتر الى اخره، وهذا يعني عنده تاثير كبير في يعني استعمال الطاقه واحد الطرق يعني ذكيه، ما يجعل ان الطاقه في المستقبل غادي نستعملوها في ميادين عده، من البدايه يعني من يعني انتاج الطاقه النظيفه، الطاقه الشمسيه والهوائيه والهيدرو الكتريك ايتترا، وثانيا الخزن ديال الطاقه. الطاقه خصها تخزن لان الشمس تكون غير في النهار ماشي في الليل، اذا خصنا نشحنوا نسمح لي يعني البطاريات اللي غادي تكون يعني غادي نستعملوها باش يمكننا تكون عندنا الطاقه في الوقت اللي ما تكونش يعني الشمس ولا الريح الى اخره. وثانيا هاد يعني البطاريات الليثيوم عندها بطبيعه الحال يعني خصوصيه ديالها، وانها تستعمل الان ك يعني طاقه في التنقل في السيارات الكهربائيه الى اخره. كل ما يتحرك الان غادي يولي يعني كهربائي في المستقبل. من دابا 10 سنين الاغلبيه ديال السيارات اللي تكون في الدار البيضاء ولا في جميع نواحي المغرب تكون كهربائيه، اذا خصنا الان نبداو في المغرب نفكروا في هذا المستقبل هذا، ويكون عندنا يعني اولا اختصاصات في هذا الشيء ديال يعني انتاج الطاقه النظيفه، وثانيا الخزن ديالها، وثالثا استعمالها في السيارات الكهربائيه، لان هذا يعني يجعل المغرب عنده مؤهلات كبيره جدا من ناحيه ديال المناجم في المغرب. عندنا الكوبالت وعندنا الكويفر وعندنا الفوسفات الى اخره، كله يستعمل في البطاريات الليثيوم. وثانيا كاين سوق كبير، المغرب ماشي غير يعني المغرب عنده يعني عقود مع اوروبا مع امريكا مع دول يعني الشرق الاوسط ومع افريقيا الى اخره. اذا انا بالنسبه لي السوق ديال المغرب هي مليار ديال الناس، اذا السوق كبير جدا وغادي يتطور مع الوقت. اذا خصنا اليوم الان في 2022 نهيئوا المستقبل باش يكون المغرب عنده واحد يعني مرتبة في ناحية في افريقيا ولا في العالم العربي مرتبة عالية جدا، وزعما هادشي كله يعني متجه في نفس الطريق اللي حسب التوجيهات ديال صاحب الجلالة نصر الله، باش يكون المغرب يعني عنده هذا الدور الكبير ما بين ما يقال جنوب جنوب. السوق المغربي المغرب عنده اتفاقيات عالمية في يعني اتفاقات اسواق ديال مع اوروبا، اذا سكابل فري تريد فوالا، ومع امريكا. حسب شحال كاينين ديال في اوروبا 350 مليون وامريكا يمكن 320 مليون ولا شي حاجه هكا، وزيد عليها الدول يعني ديال الشرق الاوسط اللي عندنا معها عقود هكا، وافريقيا لي بي انجلو ساكسون زياده على لي بي انجلو ساكسون، بعد الدول اللي عاد دخلت مع شغل زعما في المغرب. اذا على الاقل تحسب هادشي كله تلقى مليار ديال الناس. هذه اشكاليه كبيره، لان الان هاد التنقل ما بين يعني السياره الحراريه والسياره الكهربائيه، خص الناس يقبلوا، باش الناس يقبلوا السياره الكهربائيه خص هذيك السياره الكهربائيه تكون عندها يعني امتيازات ديال السياره ديال الان ديال يعني الحراريه، وهي انك تمشي يعني لمحطه الوقود وكتمكن لك تعمر هذاك الريزرفوار ديالك في 10 دقائق وتيعطيك 600 كيلومتر ولا اكثر. خص اذا نفس الشيء يكون يوقع في السيارات الكهربائيه، انك يمكن تشحنها في 10 دقائق ويمكن تعطيك 600 كيلومتر. الان ما كايناش هذا، ما كانش الحلول لهذا الشيء هذا رغم ما يقال الى اخره، ولكن لان علاش؟ لان يعني الصناعه البطاريات وهادشي كله اللي يعني زعما ما حول البطاريات ما كان كيستعمل واحد الطريقه ديال الشحن، لان قديمه عندها على الاقل 150 عام،
ما تبدلتش بزاف يعني اساسيا ما تبدلتش بزاف والحمد لله لقينا كيفاش يعني بدلناها هذه باش تشغل البطاريات في اقل من 10 دقائق. اذا هذا هو يعني اللي عندنا. اذا حطمنا هذه واحد جوج الاسابيع الرقم يعني القياسي العالمي ديال 5 دقائق وتنظن بان صافا عندنا ما نزيدش اكثر لان 5 دقائق ما تمشي تشرب قهوه وترجع تلقى السياره ديالك عمرت. اذا هادشي كله يعني هادشي كله واحد التقنيات جديده اللي غادي تحل مشاكل وكتطيح تطيح مشاكل اخرى. لازم اذا بحال دابا الا بغيتي تكون السياره ديالك تشحنها في 5 دقائق خصك هذاك الشحن يكون كبير بزاف وعنده واحد لا بويسونس ديال 500 كيلو وات راه عليه نص ميجا وات كبير فهمتي. ولكن هادشي كله يمكن له يلقاو له حلول. هادشي الجيني الكتريك الناس كلها عندها الحلول لهادشي هذا. اذا انا اللي تنفكر تنشوف في المستقبل ان المغرب عنده الطاقه الشمسيه. يمكننا في هذاك النهار يمكننا ناخذ هذاك الطاقه الشمسيه ونخزنوها في البطاريات واحد يعني واحد السونتر كبير ديال البطاريات فيه يمكن واحد 100 ميجا واتور ولا اكثر والسيارات يمكن له يشحن 1000 ولا 2000 سياره بهالطريقه هذه. هذا كله يكون في المستقبل يعني واجد ما كان حتى مشكل. غير خص بطبيعه الحال الا قلتي بحال دابا الطريق ما بين قول طنجة وتمشي حتى للكويرة شحال مره خصك توقف باش تشارج البطاريه ديالك. اذا خص هذوك لي ستاسيون دو شارج يكونوا يعني الالاف منهم في المغرب. هذا هو المستقبل ما عندك لاين عليه. اذا حنا في المغرب ان شاء الله عندنا واحد المشروع باش غادي نصنعوا هذا الشحن السريع ونشوفوا كيفاش يعني مع يعني هي هذا المستقبل ما عندك لاين عليه. اذا اللهم ناخذوا ما حد الشيء مازال عاد بدا ونكونوا حنا الاولويين على نسينا حتى يجيو الصينيين والاوروبيين والامريكان يقولوا لها عندنا الحل ديالو تيسلا تيقول الناس خصنا نجيبوا تيسلا وتوصل يعني هادشي كله ماشي فوالا حنا عندنا احسن تيسلا الان عندنا احسن تيسلا pouvoir promouvoir les solutions d'hébergement d'e-commerce maintenant on voit tous les secteurs d'e-commerce qui hébergent des data centers à l'étranger donc si on a des solutions compétitives au niveau du Maroc on va développer l'utilité digitale.